المصائب لا تأتي فرادى في باكستان، والوضع الإنساني يزداد سوءا يوما بعد يوم. ثلث البلد يقبع تحت المياه، والناجون يواجهون أخطر الأمراض المتنقلة، لعل أبرزها الملاريا التي خلفت عشرات القتلى والمصابين. تقول السلطات الباكستانية إن الملاريا تنتقل بسرعة بين لاجئي الفيضانات الذين يعيشون في محيط المياه الراكدة، ما عرضهم لأسراب البعوض ولدغات الثعابين والكلاب. كما اضطرت الأسر النازحة لاستخدام مياه غير صالحة للشرب والطهي. من جهتها دقت السلطات المحلية في مدينة السند أكثر المناطق تضررا ناقوس الخطر، بعد تضاعف موجة النزوح الداخلية وعجز المرافق الصحية المتنقلة والمخيمات من التكفل بالمرضى، وضع قابله أيضا ندرة حادة في أدوية علاج حالات الملاريا والتيفويد وحمى الضنك. ستزيد حالات الإصابة بالملاريا مع زيادة برودة الطقس، وفحص جميع المرضى أصبح ضروريا. يجب إنشاء أماكن مخصصة للملاريا خارج جميع المستشفيات لتمكين المرضى من العلاج. الوضع قد يخرج عن السيطرة، تقول الحكومة الباكستانية ومنظمات الإغاثة المحلية والأجنبية إن الأزمة الصحية قد تتفلت نحو سيناريوهات خطيرة إذ لم تصل المساعدات الدولية المطلوبة سريعا. رأيت تلك الأرواح التي أنقذت وتحدثت إلى الناجين. أعتقد أنه إذا لم يأتي قدر كاف من المساعدات خلال الأسابيع القليلة المقبلة فالوضع سيتأزم أكثر. عدد كبير جدا من الأطفال يعانون من سوء التغذية والأمراض، الواقع صعب للغاية. وفي ظل الوضع المأساوي في باكستان، تقول الحكومة إنها وافقت على منح وكالة مكافحة الكوارث أكثر من 40 مليون دولار لشراء إمدادات غذائية وأدوية ضرورية في الوقت الذي تعتزم فيه فرنسا استضافة مؤتمر دولي قبل نهاية العام بشأن إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الفيضانات. من إسلام أباد مراسلنا بلال الأسطل. بلال، أهلا بك. إذا نستطيع أن نقول أن الوضع كارثي في باكستان فيما يخص الأوبئة والأمراض المتنقلة. ذكر في التقرير أن ثلث البلاد تقبع فوق المياه، يعني تحت المياه، يعني تقريبا إمكانية تنقل العدوى سريعة جدا. قيم لنا الوضع هناك في باكستان، وهل تتحرك الحكومة التي تعرف بأن البلاد تعيش كل سنة فيضانات، هل تتحرك لوجود حلول؟ بالتأكيد سونيا، وهذا ربما مأخذ كبير على الحكومة الباكستانية التي تقف متفرجة أمام الفيضانات التي تضرب البلاد تقريبا سنويا، لكن هذه المرة كانت قاسية على باكستان، حيث إن هذه الفيضانات كانت هي الأشد على منذ عقود، ربما لم تشهد باكستان نسبة هذه الفيضانات وهذه الكوارث التي حلت إثر هذه الفيضانات، حيث إننا تحدثنا عن تقريبا تشريد ما لا يقل عن 33 مليون مواطن باكستاني، إضافة إلى تدمير عشرات آلاف المنازل. ولكن هذه المآخذ لماذا؟ لأن الحكومة الباكستانية لم تتخذ خطوات حقيقية في بناء مثلا سدود وما شابه من أدوات الحلول التي تفضي إلى إنهاء هذه الأزمة، خاصة وأن باكستان تشهد أزمة مياه في بعض المناطق. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الباكستانية قد دقت ناقوس الخطر من جراء هذه الأمراض المنتشرة، وحتى هذه الساعة تقول الحكومة في الإقليمية في إقليم السند بأن 324 شخصا قد قتلوا جراء هذه الأمراض خلال 24 ساعة فقط، أي أن الأمر خطير جدا، خطير خاصة وأن هذه الأمراض بدأت تنتشر جراء المياه الراكدة لهذه الفيضانات. نعم. من عن طريق البعوض، والبعوض بطبيعة الحال يتسبب في نقل. نعم. الأمراض القاتلة مثل التيفويد ومثل الملاريا وكذلك حمى الضنك، وهذه الأمراض الثلاثة هي أكثر الأمراض انتشارا. نعم. في هذه
الساعات في باكستان. عافانا الله وعافى الجميع، شكرا لك بلال الأسطل مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا مباشرة من